تأكيد حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفتي مين النهاردة. ضيفتي بتقدم نشرة الأخبار على شاشة القناة الأولى وكمان الفضائية المصرية، مذيعة متألقة، لياقة وشياكة وثقافة، لأنها بتقدم طبعاً الثقافة كمان، ما عايز أقول لحضراتكم، لأنها بتقدم لنا نشرة الأخبار على شاشة القناة الأولى. طبعاً ضيفت النهاردة الأستاذة الإعلامية أميرة العودة. اتفضلي يا أستاذة أميرة، أهلاً وسهلاً. أهلاً يا شفنا، منورانا في الاستوديو. اهلا، ده نورك. يعني نقدر نقول الاستوديو والمطبخ كمان منور بحضرتك وباكلاتك الرائعه. واضح انك قالوا لي انك انت شاطره في المطبخ قوي. خدعوك فقالوا. خدعوك فقالوا. أيوة. خدعوك فقالوا. أيوة. يعني ده بمنتهى الوضوح والصراحه، انا اخري في المطبخ في رمضان الخشاف. يعني غير رمضان بتخش المطبخ؟ لا برضه بس في رمضان بس بيها. يعني أيه. الحاله الوحيده اللي ممكن اخش فيها المطبخ لو داخل اعمل اكل البابايا بس، يعني انا جعانه مثلا، والدي جعان، هعمل له اكل واطلب لنفسي اكل. ده بمنتهى الصراحه. يعني تعمل، يعني انت متخصصه في البيت تعمل اكل البابا. اعمل اكل البابا، تحديدا صينيه البطاطس اللي هو بيحبها او المكرونه بس. حلو. كده انت جايه معايا النهارده يعني بصراحه، يعني بصراحه على طول. حلو قوي. طب احنا دايما في سؤال بنطرحه على كل ضيوفنا اللي بيشرفونا، معانا ماتيريال. وانا عارف انك انت برضه تقدري تحطي الماتيريال ده في جمله مفيده زي ما بيقولوا. اكيد. انا معانا كوسه. تمام. وبشاميل. كوسه بشاميل. خلاص. كوسه بشاميل دي واضحه، دي زي الفل. جدا. البشاميل معانا جاهز، والكوسه هنعمله باللحمه المفرومه بقى. طب ده رائع. حلو قوي. معانا شعريه. يبقى شوربه لحمه. شوربه شعريه. شوربه شعريه. حلو قوي. الشيف اسئلته سهله يعني. لا معانا بقى اكله صعبه قوي على فكره، لو عرفتها تبقى يعني شطوره. ان احنا الاكله دي طبعا موثقه ومعروفه وكلنا احنا المصريين بنحبها. معانا عدس اصفر ورز مصري. يبقى ما اعرفش تقول ايه بقى. ده يتعمل كذا حاجه على فكره، وبتقدم معاه دايما بيض مدحرج. يمكن قربت ليك السؤال. ايوه. كشري اللي هو الاسكندراني. كشري اسكندراني. الله عليك. والبيض بندحرجه. مظبوط. الثقافه كمان في المطبخ يعني ما شاء الله. لا لا، زويقه. يبقى زواقك. الحمد لله. هنعمل الكشري اللي هو بالعدس الاصفر بتاعنا ده، مشهور اللي هو بيقول لك كشري بتوع بحري او الكشري الاسكندراني، غير الكشري بتاعنا اللي احنا عارفينه. الكشري طبعا واحنا عارفين العدس والرز الاثنين مشتقاته، والعدس بالذات موثق من ضمن الاكلات المصريه الشعبيه المعروفه. نروح في اي مكان في الدنيا كلها هي اكله مصريه. ومعانا طبعا شويه خشاف، بما انك انت شاطره في الخشاف طبعا، فعايزين ناكل الخشاف من ايد حضرتك النهارده. اوعدك تفاصيله بقى. اسطوري طبعا. المشمشيه والقراصيه والمفروض تينيه، واللي هو التمر العادي اللي احنا بننضفه طبعا، بنشيل النوى منه. ده مهم جدا، وبننقعه في ميه. وجايب لك القراصيه مخليه كمان. حلو قوي. والزبيب وجوز الهند، الرشه بتاعتها اللي عايشه. بتحليه بقى بالسكر ولا بالعسل؟ ممكن بالسكر وممكن بالعسل، بس حسب قمر الدين نفسه. الله، حلاوة يعني قمر الدين. بالظبط. تمام. طيب الأستاذة أميرة، وهي أميرة في المطبخ كمان معانا النهاردة، وضيفت النهاردة وضيفت حضراتكم، هتشاركني في إعداد بعض الوصفات يعني.